ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. مرت آيات سورة آل عمران متحدثة عن ولادة السيدة مريم عليه السلام، ثم عن ولادة ابنها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم عن بعثة سيدنا عيسى، ثم عن إرسال الله تعالى دليلاً إرشادياً لبني إسرائيل على يد سيدنا عيسى عليه السلام، وكيف أن بني إسرائيل استقبلوا سيدنا عيسى باتجاهين اثنين، فمنهم الحواريون آمنوا بالله تعالى وأطاعوا سيدنا عيسى واتبعوه، فكان أن أثنى القرآن عليهم ومدحهم ووعدهم الجنة، لكن طائفة من بني إسرائيل كفرت بما أنزل على سيدنا عيسى وأوعدهم الله تعالى العذاب، فلا هم آمنوا ولا هم أطاعوا ولم يستجيبوا للدليل الإرشادي. هذه الآيات، هذه الكلمات، هذه السورة إنها حديث عن أمم أرسل الله تعالى إليها كتباً أو أدلة إرشادية جاءت قبل المسلمين، قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا الله عز وجل أن يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أرسلت لكم دليلاً إرشادياً فافعلوا به كما فعل الصالحون، آمنوا بهذا الدليل الإرشادي وأطيعوا رسولي كما أطاع الحواريون سيدنا عيسى عليه السلام. ثم توجهت الآيات إلى المؤمنين، فدعتهم إلى أن يتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم دعتنا إلى الاعتصام بحبل الله تعالى، ثم دعتنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم حذرتنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ثم تعود الآيات لتقول كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، هذه كانت تامة، معناها أخرجتم خير أمة أخرجت للناس، وجدتم على هذه الأرض خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن القرآن الكريم يا أيها الإخوة، الخيرية عنده ليست بالعرق، مو لأنكم عرب ولا لأنكم عجم ولا لأنكم أصحاب لون أبيض ولا لون أسمر. الخيرية في الإسلام ليست تابعة للجنس ولا للعرق ولا للون. الخيرية في الإسلام ليست لأصحاب رؤوس الأموال الأكثر. الخيرية في الإسلام ليست لأصحاب الصناعات المتقدمة أكثر. الخيرية في الإسلام ليست لمن يحمل أسلحة مدمرة أكثر. لكن ليش يا رب كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ قال لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية في الإسلام أيها الإخوة والأخوات بالإيمان بالله تعالى وبتطبيق شرعه كاملاً وبنشر الخير في هذه الأرض. الفلسفات الوضعية تتحدث
عن الدول المتقدمة اقتصادياً، أفضل الدول، أفضل الأمم، أفضل الشعوب هي من كانت متقدمة اقتصادياً أكثر. خير أمة موجودة على الأرض من عندها اقتصاد أقوى، هكذا تقول بعض الفلسفات الوضعية. بعض الفلسفات الوضعية تتكلم عن رأس المال، خير أمة موجودة على الأرض من ملكت رأس مال أكثر. بعض الفلسفات تتكلم عن أدوات الإنتاج، خير أمة موجودة على الأرض من ملكت أدوات الإنتاج أكثر. بعض الفلسفات تتكلم عن خير أمة أخرجت للناس من حملت موارد طبيعية أكثر، لكن القرآن الكريم أمره مختلف. لكن توجيه الله تعالى لنا أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الأخوات، إذا أردتم أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس فما عليكم إلا أن تنشروا الخير، ما عليكم إلا أن تنشروا المعروف، ما عليكم إلا أن تمنعوا المنكر، ما عليكم إلا أن تؤكدوا إيمانكم بالله، تتبعون دليله الإرشادي، هناك تصيرون خير أمة أخرجت للناس. أنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من فعل فعلهم كان مثلهم. كل من أمر بالمعروف، كل من نهى عن المنكر، كل من تمسك بالإيمان بالله تعالى وبشريعته، كل من تمسك بالدليل الإرشادي سيلتحق بأنه من خير الأمم، سواء كان عربياً أو أعجمياً، غنياً، فقيراً، يملك أدوات إنتاج، لا يملك أدوات إنتاج، يملك اقتصاداً قوياً، يملك اقتصاداً ضعيفاً، إذا كنا آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، نؤمن بالله، فنحن خير أمة أخرجت للناس. لكن إذا ترك العرب، إذا ترك المسلمون، إذا ترك العجم، إذا ترك البيض، إذا ترك السود، إذا ترك الأغنياء، إذا ترك الفقراء، إذا ترك الصناعيون، إذا ترك التجار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، سقطنا. يا أيها الإخوة، تعاليم القرآن تدعو المؤمنين إلى نشر الخير في كل هذه الأرض. أنتم تكونون خير أمة عندما تنشرون الخير. هذا الكلام يتحدث عن الأمة بمجمعها، وهو يتحدث عن الفرد بذاته. إذا أردت أن تكون عند الله عز وجل من خير البشر، فالحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر مع إيمانك بالله. والعلماء قالوا: لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان؟ الآية تقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متوقع أن يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإبراز عظم شأنه، وإلا هو الإيمان هو الأساس. لكن لما أراد أن يخبرنا القرآن الكريم، أن يخبرنا رب العالمين عن أهمية وعظم قدري ورفعة مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قدمه عليه. لذلك يا أيها الإخوة، والله المسلمون يملكون في أيديهم ما يجعلهم سادة هذه الأرض، لكن هذه السيادة ليست سيادة بطش، وليست سيادة قتل، وليست سيادة تحويل الشعوب إلى أسواق لبيع المنتجات، وليست سيادة سرقة موارد طبيعية، وليست سيادة تهجير أبناء البلاد إلى بلاد أخرى من أجل أن يعمروها، لكنها سيادة نشر الحب، نشر العلم، نشر الصلاح، نشر الخير. كيف نملك هذه السيادة بهذا القرآن؟ العرب ما كانوا قبل الإسلام شيئاً مذكوراً. لما بيروح واحد من الصحابة لعند هرقل بيقول له: نحن العرب جئنا إليك كذا، بيقول له: مين أنتو؟ ما له عرفان أنه في ناس موجودين على هذه الأرض اسمهم عرب، موجودون في الجزيرة العربية، لكن جعلهم الله تعالى سادة الدنيا، مو لأنه ملكوا أسلحة تدمير شامل. الآن الفلسفات الوضعية، أنتم ترون
دولاً تتسابق في ملك أسلحة تدمير، وأنه أخي أنت بتملك أسلحة تدمير أكثر، أنت بتصير أنت صاحب القرار في هذه الأرض. وكيف شو معنات ملك أسلحة تدمير؟ يعني هناك مختبرات، هناك علماء، هناك أموال، هناك مقدرات ترصد من أجل تعالوا نصنع ما يدمر الكرة الأرضية. هناك فلسفات تتحدث عن صناعات كبيرة، لكن هذه الصناعات الكبيرة لأنها غير منضبطة بضوابط الشريعة، غير منضبطة بضوابط دين الله عز وجل، بدل ما يكون معمل الأدوية لمعافاة الناس بيصير يتحدث الناس، يتحدث الاقتصاديون والصناعيون عن مافيا الشركات الدوائية، مافيا أخطر من مافيا السرقات والنصب والسطو والقتل. كيف يتحول هذا الدواء الذي هو بالأصل علاج يتحول إلى قتل هؤلاء الناس؟ لأنه صناعة من دون انضباط بالشرع، علم من دون انضباط بالشرع، هيك بيصير. الشريعة قالت لنا إذا أردتم أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس عليكم أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. يا إخوان يا أخوات يا شباب، مرة جديدة كلكم مسؤولون أمام الله عز وجل أن تشتغلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن يسجلك الله عز وجل في خير الأمم إلك مصلحة؟ هل تحصل شهادات جامعية أكثر مشان تصير أنت خير واحد فينا؟ هل تجيب خبرات بالسي في تبعك بدورات تدريبية مشان تصير خير واحد فينا؟ القرآن عم بيقول إذا بدك تصير خير أمة أخرجت للناس بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مع الشهادة تبعك ومع السي في تبعك ومع الدورات التدريبية تبعك ومع الصناعة تبعك ومع الزراعة ومع الاقتصاد ومع الأموال، خلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديدنك. والله يا أيها الإخوة، ذكر الله والحب في الله والدعوة إلى الله وبر الوالدين، هذه أكثر أربعة وجدتها نافعة في هذا الطريق. ذكر الله والحب في الله والدعوة إلى الله، اشتغلوا بالدعوة إلى الله، لا تتوقف عن أن تدعو من حولك فيما تستطيع. سبق في الآيات الماضيات حديث عن الأمر بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما بكفي خطيب الجامع يأمر بالمعروف، ولا إمام الجامع، ولا المدرس وراء هذه الطاولة، ولا من درس في كلية الشريعة. بدنا أمة، بدنا ياكم كلياتكم، نحن بحاجة أن نتحول جميعا إلى آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ننشر الخير في الأرض، ننشر الخير في المجتمع، ننشر الرشاد، ننشر العفة، ننشر الطهارة، ننشر بر الوالدين، ننشر غض البصر، ننشر الإحسان إلى الجوار، ننشر بذل المعروف، ننشر رعاية الأيتام، ننشر كفالة هؤلاء الضعفاء، ننشر مساعدة المساكين. هناك نحن منصير خير أمة أخرجت للناس. بالمقابل ننهى عن المنكر. ما معقول أنا شايف رفيقي عم يأكل مال حرام وأنا ما أقول له شيء. ما معقول شايف رفيقي يعق والديه وأنا ما بقول له شيء. ما معقول شايف أخي لا يقيم صلاة وأنا ما بقول له شيء. ما معقول واحد عازمني وهو يقيم على الحرام وأنا ما أقدم له شيئا ولو بالكلمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. طيب خليني استنى لأن أخذ كلية شريعة عشان أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. لا لا، سيدنا أبو بكر الصديق منين متخرج؟ من الأزهر؟ من كلية الشريعة؟ من جامعة الزيتونة؟ ما تخرج من أولى واحدة من هدول، لكن تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج من مدرسة حب الله تعالى، حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحب في الله يفعل الأفاعيل في قلبك. تخرج من مدرسة ذكر الله تعالى، صار أبو بكر أمير الدنيا، وعثمان هيك، وعلي هيك، وسعد هيك، والطلحة هيك، والزبير هيك، والصحابة كلهم هذه حالهم. ونحن يا أخوان، نحن أنتم الآن القرآن الذي بين أيديكم 1400 سنة حافظه الله تعالى لكم عبر رجال. أنت اليوم عم تقرأ نفس الكلمات التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حفظ؟ بالله عليك أنت حافظ خمس جمل آل جدك؟ مالك كم ألفت مؤلفات كثير منها ضاع. القرآن الكريم حماه الله تعالى. كيف حماه؟ حماه بالرجال، حفظه بالرجال، يعني قصدي الرجال والنساء الذين حملوا هم القرآن الكريم،
حتى أنت اليوم تقرأ كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي تسمعون هي صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالضبط قبل 1400 سنة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وصلت هذه الأحاديث؟ كيف؟ في رجال حملوها دفعوا لها أرواحهم. يا إخوان أنتم كيف صليتم؟ من علمكم الصلاة؟ أنت قبل ما تجي على الجامع ونعلمك نحن الصلاة ويعلمك الشيخ الصلاة، كيف صليت؟ رأيت أباك يصلي، وأبوك رأى أباه، ثم إنك تعلمت في المساجد، وأبوك رأى أباه، وأباه رأى أباه. جماهير هؤلاء الناس حملوا لنا صلاتنا وصومنا وزكاتنا وحجنا وبيعنا وشراءنا وقرآننا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. يا شباب يا رجال يا أيها الإخوة والأخوات، الآن الدين صار بين يديك، يا نحن من حمله لأولادنا، يا نحن من ننقله للجيل القادم، يا أما هذا الأستاذ بيقول أنا والله مالي فاضي، الله وكيلك عندي شغل من 8 الصبح ل 8 المساء، والله دوبني عم برجع على بيتي سليت هاللقمة ونام. وهذا الأستاذ بيقول أنا كمان شو أنا فاضي ليش لهالشغلة، الله وكيلك مالي فاضي. وهذا الأخ بيقول الله وكيلكم أنا كمان ما عندي وقت، والله ما عندي وقت، يا ريت عندي وقت لأنشر هالدين بس والله ما معي وقت. وهذا الأستاذ عنده شغل، والثاني عنده عمل، والثالث بده يتجوز، والرابع بده يدرس، والخامس طيب والدين. اعلموا أيها الإخوة أن هذا الدين محمي، وأن هذا الدين مرفوع، وأن هذا الدين باق، وأن هذا الدين الله فيه غالب على أمره. بس إذا أنا حملته، أنت حملته، أنت اشتغلت بالأمر بالمعروف وأنا اشتغلت الأمر بالمعروف، أنا بستفيد، أنا أرفع. قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ترى بيكون أحسن منك. يا أيها الإخوة، مرة قال لنا شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، قال جاءته امرأة كندية، هيك إذا كنت أذكر بأن هذه المرأة كندية صحفية، هي قالت له في لقاء، قالت أنتم المسلمون كيف تفهمون أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها إن الشمس في آخر الزمان ستطلع من الغرب؟ مو في من علامات الساعة الشمس بتشرق من الغرب بدل الشرق؟ فالشيخ قال أنا شعرت بأنه عندها شيء تريد أن تقوله، فقلت لها أنت كيف فهمت هذه الأحاديث؟ قالت أنا ما فهمت بأن الشمس هذه التي في السماء ستسطع من الغرب. قال لك، قال لكني فهمت أن شمس الإسلام ستسطع من الغرب، وسنأتي نحن الغربيين لنعلمكم دينكم. يا لطيف يا لطيف يا إخوان، إذا هذا شيء صار يا ليت تنخسف فينا الأرض ولا نبقى موجودين. إذا وصلنا لمرحلة صرنا بدنا نتعلم الحجاب من الأندونيسية، إذا لبست الحجاب وإجي تتعلمنا أنه هيك الحجاب لبسوا أولادكم وبناتكم. والله مرة جاءني إلى العيادة طالب كان يدرس عندنا هنا من أندونيسيا، جاء إلى العيادة هو وزوجته وبنتين صغار، بنت عمرها شي 6 أو 7 أو 8 سنين، وبنت عمرها شي 5 سنين أصغر أو أكبر. ملبسهم البنتين، هلا هدول مو مكلفات شرعا، بس ملبسهم حجاب الله وكيلك كأنهم الورود. أنا كان عندي بنتين بنفس الأعمار، والله اشتهيت شكل الحجاب على هؤلاء البنتين. هلا هو ليس مو ملبسهم على سبيل التكليف الشرعي، مو مكلفات، لكن على سبيل أن الجمال في الستر. قلت له إذا سمحت منين جبت هدون؟ قال والله هدون أمي تصنعهم في بلدنا. قلت له ممكن أن أطلب منك أن أشتري منك مثل هذين الاثنين بنفس المقاسات؟ قال إن شاء الله. بعد 5 أشهر 6 أشهر جاء وأعطاني هذين الحجابين. شيء بشهي إنك تشوف هذا اللباس، إنك تشوف المسلم أو المسلم ينضبط بمواعيده وينضبط بالحلال والحرام فلا يعتدي. يا إخوان معقول نحن لا سمح الله نقصر مع ديننا، فيأتي شرقيون ليسوا عربا، غربيون ليسوا عربا ليعلموننا هذا الدين؟ يقولوا والله أنتم ضيعتوا، ما درتوا بالكم عليه. هذا بده يعمل حفلة خطوبة تبعه على الطريقة الغربية، وهذا بده يتجوز على الطريقة الشرقية غير المؤمنة، وهذا بده
ما ينضبط بالشريعة وبده يربي أولاده تربية ليست إيمانية، نحن جايين نعلمكم دينكم. يا أيها الإخوة، هذا الدين منصور، إذا أنت حملته أنت رفعت، وإذا أنا وياك لا سمح الله لا سمح الله ما حملناه نحن منخسر، وإلا الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنصيحة يا أيها الإخوة والأخوات، كل واحد بيناتكم اجعل الدعوة إلى الله عز وجل جزءاً من برنامجك، ومهما لقيت من إنسان فكر خطط كيف أنا بدي أوصل له كلمة خير. معلش لو لقيتني وصل لي كلمة خير وأنا بوصل لك كلمة خير، فينتشر الخير في المجتمع، بتصير جلساتنا مو جلسات سخرية واستهزاء، مو جلسات غيبة ونميمة، مو جلسات إضاعة أوقات، مو جلسات فضح أسر، مو جلسات هتك عورات، مو جلسة جلسة أنت تنفعني وأنا أنفعك، أنت تعينني على الخير وأنا أعينك على الخير، سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. أنتم يا شباب والله يرفعكم الله مكانة لا تخطر لكم على بال، أنت في إلك حدود تفكيرك محدود، يعني أنت آمالك محدودة تتناسب مع ميولك أنت، لكن لما بتشتغل خادم لدين الله عز وجل، تشتغل داعياً إلى الله عز وجل، الله وكيلك، الله يعطيك فوق ما يخطر على بالك، والله يعطيك أشياء بعمرك ما فكرت بها، لأنه الله عم يعطيك وأنت صرت عم تشتغل عند رب العالمين خادم لدينه. طيب كيف أنا بدي أخدم دين الله عز وجل؟ أنا أريد أن أختم هذا الدرس بقواعد أساسية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله. كل واحد بيناتنا بده يشتغل رجلاً أو امرأة بالدعوة إلى الله، راقب هذه الخمسة واستخدمها أدوات من أجل أن تشتغل بالدعوة إلى الله. لا تجي على الدرس لحالك يا أخي، اجتهد أن لا تصلي لوحدك، جيب أخوك خلي يصلي معك جماعة، بتكسب ثواب الجماعة. انزل أنت وأبوك، انزل أنت وأخوك، انزل أنت وجارك إلى المسجد، فتكسب جماع أجره وتكسب أجر نفسك. المهم حتى نكون خير أمة أخرجت للناس، والأمر يعني بين أيدينا، الدليل الإرشادي بين يديك، عم بيقول لك اعمل هيك بتصيروا خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله عز وجل قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هؤلاء الذين أرسلنا لهم سيدنا عيسى عليه السلام، بعضهم آمن لكن البعض ما آمن، لو آمنوا بسيدنا عيسى، لو آمنوا بالدليل الإرشادي، لو أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لكان خيرا لهم. الله عز وجل قال منهم المؤمنون، بعضهم الحواريون آمنوا واتبعوا سيدنا عيسى، لكن وأكثرهم الفاسقون، كثير منهم خرجوا عن تعاليم الدليل الإرشادي. وأخي أنا شو بدي بدليل إرشادي؟ أنا زكي وعندي علم وعندي فهم، أنا بشتغل على كيفي، أنا بشتغل على كيف رفيقي، أنا بشتغل على كيف المصاري اللي بدي جيبها. الله عز وجل قال أكثرهم الفاسقون. هذا الكلام من أجل أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا من الذين آمنوا. نحن بفضل الله، بفضل الله يا جماعة من الذين آمنوا، بفضل الله نحن من جماعة لا إله إلا الله، بفضل الله من جماعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفضل الله نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. بس بيبقى بعض أوامر الدين المهمة لابد تفعلها في نفسك، وعلى رأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه وظيفة من هون لمئة سنة لقدام إلى أن تلقى الله عز وجل. واحد من الشيوخ يقول لإخوانه إذا رأيتموني في سكرات الموت، عموت عم نازع، وأردتم أن تخففوا عني، إيتوني برجل بعيد عن الله وحطوه جنبي مشان أشتغل بالدعوة إلى الله، أنا وعموت وقتها أنا برتاح، أنا سعادتي في أن أطبق أمر الله عز وجل. طيب الآن في خمس قواعد أساسية في الدعوة إلى الله. يلي بده يشتغل يا شباب يا رجال يا أخوات في الدعوة إلى الله، يلي بده يدعو رفيقه إلى المسجد، يلي بده يدعو إنسان إلى الصلاة، إلى بر الوالدين، إلى رعاية الجوار، إلى الإحسان إلى العباد، إلى كف الأذى عن الناس، في خمس أدوات استخدمها في دعوتك. واحد، القدوة قبل الدعوة. قبل ما تقول للآخرين اجتهد أنت، يعني أنت بدك تدعوني إلى كف الأذى عن الناس، لا سمح الله دير بالك ما تكون أنت في أذى للناس وبعدين تقول لي أخي كف الأذى عن الناس، ما بسوى. بدك تدعوني إلى حضور الدرس، بس بدي أشوفك كمان أنت بالدرس. القدوة قبل الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، أنا حبصلي قدامكم أنتوا صلوا، خذوا عني مناسككم، أنا بالحج شو بعمل أنتوا عملوا وراي.
الإنسان يتعلم بعينيه أكثر مما يتعلم بأذنيه، فاجتهد أن تكون قدوة قبل الدعوة. طيب أخي أنا مقصر، لو مقصر ادعو إلى الله عز وجل، بس اطلب من نفسك أنك تكون أنت للمتقين إماما. ملك عمان بعد أن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما دلني على هذا النبي الأمي إلا أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له. يلي خلاني آمن به واعتقد به وأعرف بأنه نبي، يا أخي ما بدعوني إلى خير إلا بتلاقيه هو سبقني إليه، لا ينهاني عن شر إلا سبقني إلى تركه. فأنت كمان القدوة قبل الدعوة يساعدك في مسألة الأمر بالمعروف، ويجعل كلامك يقع في القلوب موقع القبول. اثنين، الإحسان قبل البيان. هلأ أنت بدك تروح تدعو إنسان إلى المسجد، قبل أن تدعوه إلى المسجد أحسن إليه، أكرمه، قدم له هدية، قدر مكانته، هيئ له مجلسا جيدا، يا أخي احترمه. الإحسان قبل البيان. قالوا الإنسان عبد الإحسان. أنت لما بتحسن إلى إنسان سبحان الله بيستحي منك، فبيصير أقرب للاستجابة إليك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فما استطعت أنت قبل ما تدعو أي واحد، أخوك، أختك، أبوك، ابنك، جارك، مرات واحد بده يدعو أخته، يا أخي أخته مقصرة، طيب أحسن إلى أختك، لا تكون أنت عفوا فظا غليظا معها. ليش ما عم تصلي؟ ليش ما عم تركزي أواعيكي؟ روحي ما بدي أشوف وشك، بعدي عني، لا تحاكيني، سكري الباب، اطلعي من الأوضة تبعي. شلون بدها تستجيب أختك لإلك وأنت يا أخي ما يعني كلامك فظ غليظ؟ والله قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مو لإلك، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المدعوم من سيدنا جبريل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. روح جيب له هدية يا أخي لأختك، روح تودد له، روح جيب له قالب جاتو بمناسبة نجاحها، وقتها أحسنت إليها بتصير تقبل منك الإشارة. نفس الشيء أخت بدها تنصح أخوها، لا تكوني فظة غليظة. الإحسان قبل البيان، وهيك مع رفيقك، وهيك مع جارك، وهيك مع شريكك، أحسن إليه ما استطعت، وهذه قاعدة في الدعوة. ثلاثة، التيسير للتعسير. لا تعسر على الواحد، يسر. يعني هلأ قال لك أخي هاي خمس صلوات أنا ما بقدر صليهم، صلاة الصبح الله وكيلك، إذا بتضرب مدفع جنبي أنا ما بفيق. شوف إذا بدك يعني صلي، أنا بس بصلي ثلاثة، ظهر وعصر ومغرب، حتى عشي كمان برجع تعبان مو خرج، الله وكيلك صلي شيء. ماشي الحال، ماشي الحال، قل له توكلنا على الله، أنا وياك حنصلي مع بعضنا ظهر وعصر ومغرب، دق لك بيجي عندك بتجي عندي، منيح. لا تعسر علينا، خمسة الله فرض خمسة، الله وكيلك إذا ما بتصلي خمسة الله بده يخلع رقبتك. لك يا رجل يسر عليه، منيح. هلا هو ما بيصلي بنوب، يعني ثلاثة خطوة على الطريق، بعدين إن شاء الله الله بيكرمه بيصلي اثنين. بيقولوا إنه أحد الشيوخ هيك حكى مع واحد ما بيصلي، قال له بس ثلاث أنا أوقات بيصلي، قال له ممتاز. فدري بعض الناس إنه هذا الشيخ قال له لهذا بس ثلاثة، إجوا لعند الشيخ قالوا له ما فيك دين، ما فيك إيمان، لك الله فارض خمسة بتقول له ثلاثة. قال لهم هلا أنا قدرت، الله أكرمني، قدرت خليه يصلي ثلاثة، أنتوا إذا كنتوا أذكياء خليه يصلي الاثنين. يعني هي خطوة على الطريق، ماشي الحال، التدرج مقبول. التيسير للتعسير. مرات واحد بيقول لك أخي أنا بدي أجي على الجامع، بس معلش أنا يا أخي بقص شعري بطريقة معينة وأنا بكتب على إيدي. ما شرط تقول له لا وعيب عليك وأوعك تجي على الجامع، خلص يجي على الجامع وكاتب على إيده، شو هلم العظيم، يلبس كم طويل وخاطركم مع السلامة. يا سيدي ما بده كم طويل، ماشي الحال، المهم أن يأتي يحضر في مجالس العلم. لما يستقر الإيمان في القلب سبحان الله هو لوحده يغير. لو الوقت يسمح لأحكي لكم قصص في الواقع يعني تجري. التيسير للتعسير. فهلأ من قواعد الدعوة القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والتيسير للتعسير، والتربية للتعرية. لا تفضح حدا، لا تحكي على حدا، لا تجي تقول هذا فلان هيك هيك هيك، لا تجي لما مثلا بدك تجيبه يسلم على الشيخ سيدنا هاد اللي كان بأرجل، ولا الحمد لله إيش لك، ليش هلا عم تحكي، مين سألك بأرجل ما بأرجل؟ يا أخي أنت ما تجي تعري الناس. سيدنا هاد الله وكيلك كان عامل السبع وزمتها، بس الحمد لله لا بلش يتحسن، لك ليش هيك عم تحكي عن الناس؟ التربية للتعرية. وخامسا وأخيرا، خاطب القلب والعقل معا. يعني جهز له موضوع
بلامس شغاف قلبه في مادة هيك إيمانية روحية وفي مادة عقلية حتى تقنعه بما تقول. يا أيها الإخوة تعالوا نجتهد لنلحق بمن قال فيهم في هذه الآية ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه.